تفتح نافذة القلب صفحات الوطن المسيج بالحنين والبراء. في ليالي الشتاء وأمسيات الصيف وفي حضرة الذاكرة يحلو الوطن وتزهو الأحلام. يحضر الأهل والأحبة بكامل هيبتهم وبهائهم، ويحضر الشجر والأصدقاء. يحضر الوطن بكل معانيه فيصير أحلى، ويقول الأسير من بين ابتسامة قلب ورقصة شفا: نعم، هذا كله وطني، إنه جميل، لذلك استحق التضحية. سأعطي عمري للجمال لتعيش الأجيال من بعدي بفخر، وهي تستذكر ابنها الجميل الذي بنى لها تاريخا من صدق والتضحية. هم أسرى حيفا ويافا والناصرة وعارة، أسرى الجليل والمثلث والنقب، هم المنارات التي تضيء المستقبل. إحنا موجودين في قرية عرارة، اسم المنطقة اللي ساكنة فيها الظهرات، الحي الظهرات. موجود في البيت اللي خلق فيه ماهر يونس، وأنا أمه، وأنا أم والدته، وتربى فيه مع إخوته وأخواته، والحمد لله لا ما الله سبحانه وتعالى صار اللي صار. ماهر ابن عم أبوي، أنا وياه نفس سنة الميلاد 1958، هو بشهر واحد أنا بشهر ثلاث، يعني هو أكبر مني تقريبا بشهرين. تعلمنا ابتدائية وإعدادية وثانوية، قسم من الثانوية مع بعض. أنا اللي علاقتي فيه كانت كثير قوية، مع فرق السن، إنه أنا أصغر وحدة في بيت أهلي، شو بيقولوا لآخر العنكود. بس أنا ماهر كثير صحبة، كل أصحابه اللي هم جيله إلهم خوات في جيلي أنا، وحصلت في 4 أصحاب. فكنا كل المناسبات مع بعض أنا وماهر وأصحابه وصحباتي، فيعني أصدقاء أنا وماهر أكثر من أخوي، مع فرق الجيل سبحان الله. والله يا ماهر علاقتي فيه أول شاب محترم جدا، محبوب بين كل الناس، هميم جدا، كان يساعد كل الناس وين ما يروح، المحبوب بالبلد كلها، يعني مش بس بالعيلة والقرايب، بالبلد كلها. طبعا ربينا مع بعض، تعرف ولا شباب جيلي هو تقريبا، يعني تقريبا اصغر مني بسنه، وكنا مع بعض نطش في البلد ودايما تكون مكيفين العادي، عنا وين كان عنا عرش بطيخ ونقعد معاه ونبسط وشيء. قضينا عز مع ماهر كثير. ماهر هو صاحب وصديق وابن عم، هو اخو خالي ولاد برضه، تنساش انه يعني ولادتي كبروا وصاروا تعلموا وصاروا ما شافهمش. بكى هادي نشيط لما وعي وصار. بكت عندي ماكينة في البيت، يعني للبيت، يعني هيك نطقطق عليها نخيط شغلات بالدار. هسه بكى يقعد على الماكينة أحسن واحد يتخيط، يرسل البنطلون، حط له سحاب، يعني هيك بكت أركن عليه. انفات على المطبخ يعرف يحضر أكل، سفرة كاملة يحضرها هو، يقول يلا تعالوا تفضلوا على الأكل، يعني مثل فطور، مثل عشاء، مثل هيك نواشف حواضر يعني البيت. بكى ما شاء الله عنه، محبوب بكل أجياله. هميم عينين صاحبه، بكى يمرق عن واحد كبير بالسن بده شغله، بده عمله، هو موجود يسمع دغري يعمل له يروح له يعمل له، او يودي له غرض، او يودي له، يعني في كثير من اللي ماتوا الله يرحمهم اللي بقى يساعد. بقى الناس ياخذوا الطحين 50 كيلو يعني يجوا يخبزوا بالدار، مرك هيك كان خطيار واقف من تحايل كيف بده يروح يشوار طحين على بيته بدهم يعزوا يخبزوا. الله مع ما تركته معنا عندنا، تركته قال له حط يا عمي الشيخ مطلق الله يرحمه حتى توفى الله يرحمه.
ماتوا لحد وهو يستنى انه يطلع ماهر، يستنى يطلع ماهر الشيخ مطلق الله يرحمه. وكثير من الاشياء اللي هو مسالم كل العائلات بتحبه. كان مواظب ذكي وشاطر يعني، بدرس دائما، كان يحضر يعني المطلوب. في كان لنا عم بيعلم انجليزي، كان برضه بساعات العصر المغرب يجمعنا مع بعض وينطينا دروس خصوصيه. كان ماهر موجود معنا. ماهر انسان متفهم جدا للقباله، يعني بتقدر تحكي معه في اي موضوع. لحد الان اذا في مراسله بينه وبين اولاد خواته وبنات خواته، متفهم جدا. ما بتعرف مشاكل الصبايا والشباب كثيرة بهالأيام، فإذا بتراسلوا معه وهم بيرتاحوا كثير. متفهم جدا للي قباله بغض النظر في المستوى، الجيل، الفكر، كثير متفهم للي قباله. ثانيا ماهر إنسان كيف إحنا بنقولها بالعامية، هميم، صاحب همي عالية. يعني إذا أنت بتطلب منه شغلي مستحيل يتجاهلك لو مين ما كان، يعني مش بس الأقارب، هذا الشيء بشهد له البلد والبلاد اللي حوالينا، وإله أصدقاء من كل بيت، من كل حارة، من كل عائلة. بتعرف القرى ملايين عائلات مختلفة، من كل عائلة في إله أصحاب وأصدقاء، وبيحافظ على الصحبة كثير كثير، يعني ما بتخلى عن صحبته. هسه بيعرفوني اني انا مثلا بكونوا ام ماهر ام ماهر ام ماهر. ليش ام ماهر؟ لانه انتشر اسمه، انتشر اسمه، وصاروا الناس يعني وين بس بنادوني وين هاي ام ماهر، هاي ام ماهر، هاي ام ماهر، هاي ام ماهر. ليش؟ بسبب الحكم اللي صار عليه. هاي ام ماهر، هاي ام ماهر. طيب ما بيقولوا ام نادر، لانه هذاك اسم الله عليه، يعني ما لهوش مصلحه بهالقضيه هاي. شايف حسا بندهونا دائما ام ماهر بالمواقف اللي مثل شرواكو يعني هيك، ويتعرفوا علينا ويتعرف عليهم بالقصة هاي. وهي الاساس انا ام نادر. سهران عندي وبقلت له بكان كان مطر شوي، بقول له خليك يا زلمه عندي، شو بدك تروح تنام عندي هون؟ انا بشتغل، كنت اشتغل في مصنع الورق ومروح من الشغل. ما قال لي لا بدي اروح، فيش ساعتين ثلاثه اللي هم بقولوا هيك. بتعرف كيف جيت الجيش على البيت؟ بدهم يعتقلوا وبدهم يطبقوا المنطقه وكل الحاره هون طبقوها، وفاتوا في رعب. فرعوا بتعرف فوتتهم هيك وخبط على البواب، والله أخذوا طلعوا من الباب هذا، بس طلع العتبة وبره هيك الدرجات، بلشوا فيه بتعرف اللي يصفقوا في البارود، اللي بيجروا، اللي يرطش، اللي لما أجوا يخدوا الجنود والهذا. كنت موجودة في البيت، كان مؤلم على أبوي أكثر شيء، يعني إحنا فاهمين ومش فاهمين، إحنا أصلا مش عارفين شو فيه. فأنا وأختي اللي أكبر مني كنا في البيت، فكان ليلة مؤلمة جدا جدا جدا. وعلى أبوي أكثر شيء إنه أولا حجزونا في المطبخ وكانوا يضربوا في ماهر وإحنا سمعين صوته. فأبوي يعني أولا رجل، ورجل يعني شديد، مش عارف يعمل شو لابنه، ومجبور البندقية فوق راسه، يعني ما فيك تتحرك، ما فيكش تعترض عملهم في، يعني إلا إذا بدك تموت بسعيدها. وانت عارف كيف هاي البارودة بتكون في رأسك. كانوا حابسيننا في المطبخ أنا وإمي وأختي يسر وأبوي رحمة الله عليه. فكانت ليلة صعبة جدا جدا، والهمجية اللي أجوا فيها طبعا. المزبوط تفاجأنا، لأنه ما توقعنا إنه قوميته وطنيته توصل إشي من هالشكل. فهو
اختار الطريقة هاي لحبه لفلسطين يعني، مش لأي اشي ثاني، من الانتقام من الاحتلال. ماهر واحد زي هالناس، واحد زي هالشباب، بدافع عن قضية، عندنا قضية، عندنا شائكة جدا ما حدا قادر يحلها يعني. فهو بالطبيعي جدا انه هو بيحكي سياسي على مستوى، على قديش بيعرف، على جيله طبعا كمان. بس يعني فيش انسان ما بيحكيش بالسياسي. احنا تفاجئنا، ما بنعرف اشي، ما بنعرف عن ماهر اشي بالمرة. تفاجئنا شو فيه بعد ما اخذوه، سمعنا انه في قضية مع سامي ومع كريم ومع، وقتها افهمنا القصة، ولا ما بنعرف اي اشي يعني من اول يعني. شباب ومع هالشباب والله يرضى عليه. والسياسي في بيتنا كمان والمناضلة هي أبا عن جد، نحمد الله، وإن شاء الله في ميزان حسناتهم، وإن شاء الله بيصير تغيير للي عملوه بسبب أشياء عملوها. هدفهم التغيير لقضيتنا، مش هدفهم الإساءة للغير، حتى لو يهودي. هما مش قصدهم الإساءة للفرد، إحنا عم نحارب جيش، بنحارب دولة، بنحارب حكومات، مش بنحارب أفراد. ماهر انسجن أبوي طبعا، مجرب السجون والعذاب والقهر اللي هن بيعيشوه، فكان مؤلم جدا على أبوي أكثر شيء. أبوي إنسان هادي كان جدا جدا، حازم، أعطانا قوة، أعطانا ثقة، أعطانا حرية. إحنا 5 بنات، أعطانا حرية في جيل أبوي مواليد 18. يعني إنه أبوي أنا بالنسبة لإلي كان، وأنا صغيرة وصبية في مرحلة المراهقة، كنت أنا كان أبوي ختيار صار بنعد. أعطاني حرية، أعطاني أروح وأسافر وآجي وأنا عند صحباتي، هذا كان مرفوض عند أكثر من الناس. أبوي كان طبعاً، الوالد كان مسجون لمدة 6 سنين، أنا لا أذكر ذلك. أنا انولدت وما تمش عمري السنة الأولى وكان أبوي في السجن وتوفى رحمة الله عليه. الأم طبعاً وجعها لا يوصف، الأم كلها عواطف ورحمة، والأم يعني ما في، لا توصف رحمتها وحزنها على ماهر. وكانت كثير طبعا تمثل مسكينة، انه حبيبتي الله يطول بعمرها يا رب، انه هي انسانة قوية جدا. اللي بيختار ربنا بنتكبله، ان كنا ونعيطنا ونصيحنا ونكدينا عبابنا بفيدنا؟ والله ما بفيد، ما بفيد الا بفيدنا للصبر والايمان. اللي بفيدنا الصبر والايمان، هذا بفيدنا بس، ما بفيدنا غيره. والله محامية ما خلينا لا محامية ولا وصايط ولا ولا ولا، بس ربنا مش رايد. هي لما سجن أبوي يعني، أنا بنتها وتعلمت في حياتي كلها الزوجية، أنا صار لي 30 سنة في الخارج. أمي علمتنا الصبر، القوة في أصعب المواقف، فش يأس، فش يأس مع الحياة، لا يأس مع الحياة عند أمي، ما في مجال. يعني إذا الواحد منا بتقول أي، بتقول شو مالك عندك هيك، يعني تذكر لك النعم كلها اللي عندك عشان ما تقولش عن وحدي غلط في حياتك إنه عندي مشكلة. فما شاء الله ولا قوة إلا بالله، يعني ما شاء الله عنها. تهمته كانت الموجهة إليه بعد عذاب طويل طبعاً، إنه هو قتل جندي وأخذ سلاحه. فلما راحوا على المحكمة بعد التوقيف دام أكثر من سنة، لا أذكر بالضبط قديش دام التوقيف. طبعاً إحنا عارفين إنه لما الإشي أمني غير عن الحكم المدني، بده يكون شديد، لو مش عامل إشي بده يكون شديد الحكم. توقعنا توقعات، يعني مش توقعات إنسان عادي. إذا أثبتوا عليه إنه قتل،
يحكموه كمواطن إسرائيلي زي ما بيحكموا اليهودي لما يقتل. قتل عربي أو قتل يهودي فليحكموه بنفس الطريقة. فهذا لم يتم. اللي تم إنه حكموا إعدام مباشرة. كنتوا متخافوش؟ إعدام ما في، إعدام بإسرائيل ما في. تخافوش تخافوش تخافوش، هديتهم والبلد كلها نزلت إنا إعدام. يعني بتعرف شو أنا إعدام شنكن. هدنا الوضع وقلنا لهم إن شاء الله إعدام ما في، إعدام ما في، وتأملوا خير. إيش إعدام؟ شو ما فيش يعني بقانون إسرائيل ما في إعدام. فالوهلة الأولى كانت إنه الناس يعني كل اللي عرف مع كل التراسل والتواصل الاجتماعي مع البلدين كانت في البيت، إنه ماهر خلاص رح يموت، بس إمتى بنعرفش. هيك كان ردة الفعل. إلا أمي وأبوي الله يرحمه كانوا بقوة يهدوا هني في العالم الناس. إحنا نعيط ونصيح ونقول يعني خلاص مؤلم الوضع. استأنفنا وصار من المؤبد مدى الحياة المؤبد. حس بعد قبل كم من سنة، 4 سنين 3 5 سنين أكدت حددوا له الحكم 40. هسه هو بال35 سنة. الحكمين أنا بالنسبة لي شخصياً بحكي الحكمين أسوأ من بعض. يعني الإعدام زي مدى الحياة بالنسبة لي. يعني اللهم يعني هيك الوضع كانت كثير صدمة كبيرة. بس قوة أمي وهذا وسبحان الله المحكمة من وراها نزل لمدى الحياة، هيك بتصير تآمن في أهلك أكثر وتثق فيهم أكثر. يعني أنا لما تحكي أمي تحكي أو أبوي يحكي الكلمة عليت الثقة فيهم أكثر. كل ما هيك صابرين، والصبر هذا لا إله إلا الله من رب العالمين. صار موعديننا مش مرة ومرتين، يعني مثل تقول بخدرونا بهالإبرة بالآخر بتطلع فاضي. شايف هذا كله هذا امتحان يعني لنفسيتنا، حطموها. شايف حطم نفسية الشباب، بده يطلع وفيش طلع، بده يطلع يعني برضو هذا بيلعبوا بعقولنا وبشعورنا وبحياتنا. يعني خلونا الواحد يبقى عمره 20 سنة، بخلوه 50 سنة لقدام من الهموم ومن المعدات هاي الفاشلة. يعني أنا ماهر من يوم ما دخل السجن، احنا بنحكي عن 34 سنة وداخل في 35، المعنويات اللي عندهم عالية جدا. يعني الواحد بيتمنى يفوت السجن عشان صار عنده معنويات مثلهم. سبحان الله، يعني هذا من غير مبالغة، هذا اللي أنا بحسه. يعني في خيبات أمل في صفقات التبادل اللي لما يعني بتفشل ويحبطوا جدا، بتروح عليهم أول زيارة محبطين بلا شك. خلاص يعني إنه الأمل بيكون عالي جدا وخلاص مهيئين نفسياتهم للخروج والفرج وهيك، فيحبطوا الزيارة الأولى. الزيارة الثانية بتشوفهم بوضع آخر، يعني على أقصى حد زيارتين وبرجعوا لحالتهم القوية، اللي المعنويات اللي بزورهم بيكون مكتئب برجع مستغرب ما شاء الله. وهذا أنا أعتقد عن كل المساج، عن 90% من المساجين. شو بصبر الإنسان؟ اعتقاده بالله وأمله بالله. إحنا بنقول يعني ربنا سبحانه شو لما بيقول للشيء كن فيكون. إذا ربنا أراد الإشي كن فيكون، ربنا بسهله. أما ربنا مش رايد بعده، ربنا ما هو رايد. وإحنا الأمل بالله ونتأمل من الله إن الله يطلع وهم فيهم ريحة الشباب شويها. هسا في صفقة وفي صفقات وفي تبادل وفي والأمل بوجه الله، والأمل بوجه الله. نسأل الله هم بالصفقة الرابعة اللي ما طلعوهاش، هسه نتأمل من الله إن الله يفرج عن الجميع.
لما كنت أزوره كنت أعرف إن إحنا بسجن مش هو اللي بسجن. ونتذكر طبعا أيام الصبا والطشات مع بعض وقرر من النوع ونخرف. هذا بنقصه كثير دير بالك، يعني البلد كلها تغيرت، يعني صار له 30 سنة تغيرت البلد كلها. يعني لو يجي اليوم على البلد بقول لكم منين هذول الناس، منين هذول الكرايب، منين هذول غريب. يعني شاب جيل كامل بيعرفوش ماهر، جيل كامل بيعرفوش. يعني بقول لك ولادتي يعني صاروا شباب ما بيعرفهم، مش هسا ما كنا نتخرف على كل شيء، وين بكينا وين رحنا وين جينا، وصح لما سوينا هيك وصح لما سوينا هيك، وبتعرف مع بعض عشنا مع بعض، يعني طفولتنا مع بعض كل وقت انا وياه. وبقول لك يعني دائما موجود، يعني انا عنده يا هو عندي، دائما مع بعض كنا نلعب طاوله مع بعض، نشد مع بعض كل شيء، نتسلى مع بعض. هسا انا فقدت، يعني فقدت صاحب عزيز، مش بس ابن عمي يعني، اللي صاحب عزيز جدا شايف، وهميم جدا. قلت لك انا هو يعني محبوب في كل البلد، الناس كلهم كانوا يحبوه، كانوا يساعد مين مكان، يعني يكيمها يساعد مين مكان. لما كان مسموح الزياره كنت ازوره بشكل يعني دائم كثير، اما بعد ما قطعوا الزيارات وعملوا الزياره بس للقرابة من الدرجه الاولى ما شفته، يعني قديش اكثر من 15 سنة يمكن ما شفتوش. يسعد أوقاتك ماهر حبيبي. يعني أكيد بتعرفني، بس أنا أختك الصغيرة ملاحت وصديقة عمرك. طبعاً أنت بتعرف أولادي منيح. عبد الرحيم تعرف هلا هو عايش في كاليفورنيا، وإن شاء الله عم بقنع فيه يجي يروح يعيش في فلسطين. بكل الأحوال فلسطين أجمل بلد في العالم. سندس بتعرف إنها تجوزت والحمد لله من مسلم أمريكي، مبسوطة جدا. عندها خالها الهيرو البطل تبعها على جميع الأصعدة، من كل الأصعدة بطل أنت عندها. بس هي كل مرة بتبلش رسالة بتضحك، بتبلش رسالة بتبلش تطبع فيها ماما ماما قربت أخلص، بتبلش تكتب قصة تانية. يعني إن شاء الله بتطلع وبتشوف لك مجلد هيك جاهز من سندس لإلك. ناهدة تجوزت بتعرف بهاء الأيوبي من يافا أصلا، بس طبعا عايش في الغرب. وزين الكبيرة العنيدي المناضلة زي خالها أصرت تروح على فلسطين وتتجوز، وجوزت شاب ما شاء الله عنه من رام الله وساكنة رام الله، وخلتني تيتا. هذا أجمل شيء بالحياة، أجمل شعور. يا أبو الأيمن إن شاء الله ما بليل إلا من بعد نهار إن شاء الله. حبيبي إن شاء الله الفرج قريب إن شاء الله بأمر الله. واصمد ورابط، وإحنا من أهل الرباط حبيبي، الله يسعدك. وإحنا مبسوطين، واللي بقدر ربنا إحنا راضيين فيه. ابن عمي ماهر، احنا كل شيء عندنا تمام، كل شيء ممتاز، الاوضاع هادية، الحارة كلها طبعا بتستناك، مش بس انا، مش بس امك وابوك، ومن بعد الحارة كمان البلدين بيستنوك. احنا في كل وين بنلتقي بجلساتنا كثير بيسألوني عنك، وكثير ناس معنيين يشوفوك باسرع وقت من عارة وعرعرة، يعني غير انه نقول اصدقائنا واصحابنا من القرى المجاوره. ماهر صح، لما بكينا بالواد وحلت وصرنا نزق فيك مشان تطلع من الواد، صحيح الرفيه هاي، وحياه مروان الله يرحمه يعني صاحبه كان وقاضي، وكلنا بكينا في الواد ووحلت، صرنا نزق بيك وتطلعت. متذكرها ولا مش متذكرها؟ اكيد متذكرها، عجبنا يوميتها، وإن شاء الله ربنا بفك أسرك قريب، ونردفه على الواد ومنوحل ومنزكك وبتطلع وبصير كل شيء تمام إن شاء الله. بعرفك إذا زلامي وشجاع أنت، وبتصبر الناس وبتصبرنا لما نجي عندك. ها ماهر حبيب الله يسعدك، إحنا مبسوطين إن ياك أنت تبقى مبسوط وإحنا عايشين وما شاء الله عنا وكل شيء تمام. والله يفرج عنكم أنت والشباب جميع، وبندعي لكم كلكم، مش بس إلك، يعني مش بس إلك ندع، إحنا ندع لكل الشباب والأمهات الصامدات والأهالي اللي عن جد هم بشجعوكم على الصمود، وأنتوا بتعطوهم آمال وكمان قوة، وهي تعاون بيننا وبينكم. حبيبي بحبك كثير.